السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وياكم أخوكم علي عبدالله. اليوم أنا تطبيق طلباتي، تطبيق لشراء المأكولات يعني عن طريق الانترنت، ويوصلك للباب وتدفع أثناء الاستلام. طلباتي نختار الدولة العراق، نختار المحافظة مثلا سليمانية، هنا المنطقة اللي أنت ساكن بيها رقم الشارع، خلينا غير المحافظة نشوف بغداد، نختار منطقة بتشير أبو غريب مثلا الإسكان العظمية، بلديات، كل مناطق بغداد تقريبا موجودة وأغلبية المحافظات موجودة. خلينا نختار مثلا جادرية، نبدأ البحث. راح أشوف المطاعم القريبة من عندك أو المأكولات. المطاعم حاليا ضايفين قسم الزهور، قسم الفواكه والخضروات، أكو شغلات حلوة ضايفية. خلينا نشوف المطاعم، كل المطاعم أوكي. عندك هنا توصيل مجاني، هذا المطعم كريسبي، مطعم فيرتشن، غوار الطوشي، أغلبية الأوردرات منا. خلينا نختار فد أوردر كتجربة. وجبات الغداء أوكي، سكالوب إضافة إلى السلة، سمك مع رز إضافة إلى السلة، تأكيد الطلب. هنا يقول لك الأشارات اللي اشتريتها هالقدة، مجموعة التوصيل هالقدة، السعر الكلي هالقدة، أقرب نقطة دالة. فهاي التجربة، أنا ما راح أكتب، يعني لازم دخل اسمك، رقم الهاتف مالتك، رمز المشاركة، ما عندي رمز المشاركة، راح أسوي التالي. نعم، راح تجيك رسالة على رقم هاتفك لتفعيل التطبيق. هذا التطبيق يعني أنا أشوفه جميل جدا اللي يحب المأكولات السريعة، واللي قاعد ببيته ما عنده مجال يروح للمطعم، فيقدر الطلب يوصل له الباب بيته. هنا بعد نجيك الرمز دخله، مجرد ما دخلت الرمز الثاني وصلني الكود 87 65. أوكي، هنا دخلنا، راح نسوي إرسال الطلب. لما تم تحديد الموقع لصالح الخدمات، هذا إذا تنطي اللوكيشن راح يختار الموقع مالتك. طبعا راح يختار لي أنا مسلماني، فكي طبعا ألف عافية. ناقب الطلب كم قد قيد التنفيذ، وقت الوصول من 30 إلى 90 دقيقة. أوكي، هنا هذا أيضا بيها إعلانات مرات تطلع لك مال العسل وهالشغلات. بنهاية الفيديو ميسان، أنا أشكركم وأشكر كل من يتابع قناتي. كان معكم أخوكم علي عبدالله، مع السلامة.